بقى التطورات القضائية أو القانونية اللي احنا بنتكلم عنها على مستوى الولايات الأربعة، على المستوى السياسي من النهاردة لغاية يوم 20 يناير، سواء كان تجديد إقامة لدونالد ترامب أو رئيس جديد بيسكن في البيت الأبيض، النهاردة كان جو بايدن عنده اجتماع، وفقا لمعلوماتنا عنده اجتماع لدراسة المسألة بخصوص وباء التطورات بخصوص وباء كورونا. يعني الراجل بدأ يتعامل مع نفسه على إنه رئيس. هل ده انطباع عام موجود في الولايات المتحدة دلوقتي؟ لا، ليس انطباع عام. المسألة دلوقتي هي نزاع وتنازع ما بين المعسكرين لمن الذي فاز ومن سيعترف بالهزيمة. المشكلة هو من سيعترف بالهزيمة. جو بايدن بالفعل لدى حملته هذا التصدير لفكرة أنه لا مسار إلا لأنه فائز، لا مسار آخر إلا بفوز جو بايدن. نفس الموقف في حملة الرئيس ترامب أنه فائز لا محالة، وبعض التصريحات خرجت أنه سيعلن بنهاية يوم الجمعة أنه الفائز في هذه الانتخابات. هناك عدة مشاهدات تثير العجب في هذه الانتخابات، بالإضافة لحالة الاستقطاب، بالإضافة للتجاذب، هذا التجاذب الغريب في التمسك بالانتصار في هذه المعركة، هذه الأمور غير المعتادة في التصويت غير البريد. هناك أمور أيضا تتعلق بمدى مصداقية استطلاعات الرأي، رغم أنها أشارت إلى تقدم كبير لبايدن في الانتخابات، إلا أن الأرقام التي ذكرتها في البداية تشير إلى أن التقارب ضئيل للغاية. إلى الآن الرئيس ترامب يحظى ببعض الشعبية وما زال متمسكاً بقاعدته الانتخابية الصلبة التي أوصلته إلى هذه الحالة. هو حتى يعني وإن خسر فهو عنده 68 مليون صوت، المرة اللي فاتت 2016 كان أقل من كده. بالضبط، هناك فارق 5 مليون ناخب أمريكي صوته لصالح الرئيس ترامب. كل حاجة بالضبط. فالمسألة هنا التشكك مرة أخرى في مدى أهمية تفشي وباء كورونا للناخب الأمريكي. كان هناك استطلاع للرأي لشبكة CNN اللي هو Exit Polls حول أفضليات القضايا لدى الناخب الأمريكي. كانت الأفضلية الأولى أو القضية الأساسية التي تشغل بال الناخب الأمريكي هي بدون شك وبدون جدال هي القضايا الاقتصادية.